بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان وما تشاءُ
إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
رفع سمكها فسويها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء والجبال أرسيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خيف مقام ربه
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم.